بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأهلا وسهلا بحضراتكم في الصالون الثقافي الثاني، وذلك برعاية كريمة من سعادة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري معالي وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ويقام هذا الصالون بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إطار الدور الريادي الذي يقوم به المجلس في نشر الفكر الوسطي المستنير وفي القضايا التي تلقى أهمية لأئمتنا ولواعظاتنا في الفكر وفي المجتمع المصري. وهذا الصالون يتميز بعنوانه وبالسادة الحضور فيه، وهو بعنوان دور التربية الروحية في مقاومة الإلحاد، عصر الرقمنة أنموذجا. ويشرفنا بالحضور سادة العلماء أستاذ الدكتور محمد مهنا أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بسعادتك أستاذنا الدكتور طريف شوقي أستاذ علم النفس ونائب رئيس جامعة بني سويف سابقا. أهلا وسهلا أستاذنا أستاذ الدكتور أحمد حسين إبراهيم عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق. ونرحب بحضراتكم السادة الأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف المصرية، وننقل لكم تحيات تحيات الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضيلة الدكتور محمد عزة محمد، ونظرا لالتزامه الطارئ والمفاجئ الذي منع من حضوره، ولكنه يسعد بمثل هذه اللقاءات ويسعد بالتواجد معكم وبينكم. وخير ما نبدأ به القرآن الكريم مع فضيلة الشيخ أحمد، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. نجدد التحية والترحيب بالمنصة الكريمة وبالسادة الحضور من الأئمة والواعظات. لا شك أن الانحراف في المجتمع لا ينقطع أبدا، ولكنه إما بين قوة وإما بين ضعف. فإذا ازداد قوة الإيمان والعلم والفهم لدى المجتمع قل الانحراف، وإذا
قل الوعي والعلم والإيمان زاد الانحراف. ومن هذه القضايا الفكرية المنحرفة قضية الإلحاد، ونحن في هذا المجلس وفي هذا الصالون الثاني نركز على دور التربية الروحية في مقاومة الإلحاد، وخاصة في عصر الرقمنة وانتشار الأفكار بصورة غير مسبوقة، مرئية ومسموعة ومقروءة بشتى وسائلها. ونبدأ هذا الصالون بسعادة الأستاذ الدكتور أحمد حسين إبراهيم عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وتكرم على سيدنا محمد حق قدره ومقداره العظيم، وارض اللهم عن آل بيته وأصحابه، وارحم اللهم من اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. خالص الشكر وعظيم الامتنان لمضيفنا معالي الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف على هذه الدعوة الكريمة في هذا الصالون الحافل في هذا المجلس العريق الذي شهد أجيالا من العلماء من خلال منصاته المتعددة، فشكر الله له وأيده ونفع به. وخالص الشكر للمنصة الكريمة أستاذي وشيخي أستاذ الدكتور محمد مهنا العلم، وكما رأيتم على لسانه الأدب والخلق، ومعالي الأستاذ الدكتور طريف شوقي والأخ الكريم الدكتور رمضان عفيفي، وحضرتكم السيدات الفضليات الواعظات والسادة الأكارم العلماء. في الحقيقة من جملة ما يسعد به الإنسان أن يخاطب ذوي العقول وأن يخاطب ذوي الألباب، فأن يجلس الإنسان هذا المجلس بين هذه الكوكبة من العلماء والأئمة والواعظات، في الحقيقة هذه سعادة ما بعدها سعادة. موضوعنا اليوم هو موضوع في الحقيقة يؤرقنا جميعا ويقض مضاجعنا كبارا وصغارا على شتى المستويات، آباء وأمهات، مربين ومربيات، الكل يألم لما في هذا الموضوع من تعقيدات شائكة، ولما في هذا الموضوع من دروب كثيرة مظلمة. صورة تتكرر كثيرا، يكون الأب مشغولا بما وجب عليه في حياته وظروف معيشته، تتابعه الأم ربما في بعض انشغالاته مطمئنين إلى مدرسة يأوي إليها الأولاد، وإلى دروس يرتادونها، وإلى صحبة تكون معهم، وتسير الحياة، ويفتح الأب عينيه على ابن شارد وعلى بنت يعني ندت بعيدا
ويتساءل فيما قصرت، إن يومي كله، إن نهاري كله وبعض ليلي إنما أدأب عليكم وأتعب في سبيلكم، وما قصرت معكم وسلمتكم إلى أهل الأمانة من المعلمين والمعلمات في المدارس أو في السناتر في الدروس أو في غيرها. هذا حالنا، يجد الأب ابنه وقد يلحظ عليه أنه لا يصلي، أو أنه شارد الذهن، أو أنه مهمل ربما في دروسه وواجباته، ويبحث عن السبب، يقول الولد يعني بين قوسين كده وقع في الإلحاد. وأنتم كما أنا في المساجد كم تأتينا من شكاوى الآباء والأمهات في مثل هذه الوقائع، ماذا نفعل؟ وللأسف الشديد السن متفاوتة، يأتيك ابن يشتكي من ابنه في الإعدادية أو في الثانوية، وربما آخر يشتكي في الجامعة. لي قريب جاءني قبل قريب من سنة وهو يقول أدركني يا ابن عم، فإن ابن أخيك وقع في براسم الشك، فهو لا يصلي وهو كذا وهو كذا إلى آخره. مشكلة، ولم تعد هذه مشكلة فردية هنا أو هناك، ولكن تكررت وبدأت عدواها تشيع بيننا وبين يعني من نعرف، ومن نعرف على ما على من لم نعرف. مشكلة. أحسن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن يجعل هذا الصالون في هذا الموضوع. في الحقيقة اختيار موفق، دور التربية الروحية، وهذا هو المهم. هذا بيت القصيد، هذا ميدان أعرضنا عنه سواء عمدا أو من غير قصد، أعرضنا عنه، حسبنا أن الأمور الظاهرية والعبادات يعني الشكلية، دعوني أسميها كذلك، كافية أن تحول بين الأولاد وبين الوقوع في براسم التفلت هنا وهناك. لا، لا في الحقيقة. الصلاة قيام وقعود وقراءة، ما لم يكن القلب حاضرا فهي لا تغني عن صاحبها شيئا، ربما تسقط عنه تبعة الفرض، هو غير مجرم أدى الفريضة لكنه ما انتفع بها. ما استحضر قول حبيبنا الذي نحفظه جميعا، أرحنا بها يا بلال، لسان حالنا أرحنا منها يا بلال، إحنا أرحنا منها. أقول لك أوه أنا أحمل هما لأني ما صليت، هذا شعور حسن، يعني هذا نثمنه لأنه إحساس بالمسؤولية تجاه الفرائض الدينية، لكن هل أدت هذه الفرائض دورها وأدت رسالتها؟ هل دخلت فيها وخرجت منها مستفيدا بها ومستفيدا منها؟ في الحقيقة كثير من الناس يدخلون فيها ويخرجون منها مستفيدين منها، وقلة يدخلون يخرجون منها كما دخلوا فيها لم يعلق في قلوبهم شيء. أيها الأحبة، إن مما يغفل في حياتنا المعاصرة بكل تسارعها، إن مما يغفل هو دور التربية، التربية الروحية. والتربية الروحية هنا تطلق بمعنيين، التربية الروحية العامة وهي التربية الدينية على المعنى الواسع، فكل تعليم للإسلام وتعليم للإيمان وتعليم للعقائد والشريعة والفقه هي تربية نطلق عليها التربية الروحية، هذه تسمية عامة. المتدين هو في تربية روحية، والتدين تربية روحية،
أو هو الجانب الروحي، لكن هنا نقصد بها المعنى الخاص، المعنى الاصطلاحي الخاص، وهو ذلكم الجانب الذي يعنى به بين قوسين كده التصوف الإسلامي، التربية الروحية. في الحقيقة أنتم تعلمون موجة التدين التي سادت في مجتمعاتنا سابقا، وهذه الموجة التي تعتمد على الشكليات، هو يقيم المتدينين بأشكالهم، رجلا بقصر ثوبه وكثافة وطول لحيته ومظهره وعلامة الصلاة في وجهه، هو يقيم تدينه على هذا النحو، يقيم تدين المرأة بغطائها لوجهها ولباسها السواد إلى آخر هذا المظهر. ولست معنيا هنا أن أتكلم في هذا، فلهذا يعني ميدان يخصه، لكن نحن ركزنا على الشكل وأغفلنا تماما جانب الروح، جانب القلب، جانب الإفادة. أولا الدين فطرة، ما لم يكن الإنسان متدينا بحث عن التدين، لا بد أن يتدين، وهذا حديث ربنا لنا فيما تحفظون، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. أيضا قوله، قول سيدنا صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الإيمان، فطرة التوحيد، هذه فطرة. فعندما يبتعد الإنسان، عندما يمد الإنسان عن الفطرة تحدث هنا المشكلة. بالأمس كان لي يعني لقاء محاضرة مع أبنائنا الوافدين في الجامع الأزهر، وكان الحديث كنا نشرح العقيدة، عقيدة العوام، وكنا نتحدث في الصفات الإلهية، وقلت لهم هذه العبارة، أمثالكم لا يخاف عليهم، أنتم جانبكم مأمون، أنتم لن تقعوا، وأمثالكم من يدرس هنا ويدرس هذه العلوم لن يقع في براسم الشك، براسم الإلحاد، لأنك درست هذا العلم، علم العقائد، علم التوحيد، علم الكلام، ودرسته على أيدي العلماء المتخصصين، ثم أخذت إلى جانب العلم الذي هو قواعد وأحكام، أخذت الجانب الروحي، أخذت جلست إلى شيخ وتأدبت بأدبه، وأخذت من سمته، تعلمت من حاله قبل مقاله، تعلمت من لحظه قبل لفظه، تعلمت على يد العلماء، والتعلم والجلوس بين أيدي العلماء لا ينقل إليك العلم على ألسنتهم، وإنما ينقل لك الحال في سلوكهم. ولذا كان مشايخنا ربما لا نسمع منهم إلا القليل من العلم، مع ما في صدورهم من العلم الغزير، لكنهم يعمدون إلى التعامل، إلى المعاملة، إلى التربية، إلى المعايشة، يعمدون إلى هذا، يخرج الجيل من ورائهم جيلا مكتملا علما وعملا خلقا وسلوكا ومعرفة. التربية الروحية في الحقيقة هذا جانب نحن قصرنا فيه، قصرنا فيه تماما. أولا للعداء المستحكم الذي يعلنه أرباب التدين الشكلي على التصوف، وأنتم تعرفون القضية وتعرفون المشكلة، يبدعون التصوف ويبدعون المتصوفة ويكيلون التهم لهذا، يعني لهذا الجانب الكبير المهم الأساسي في ديننا، الذي يشكل كما تعلمون ثلث الدين، ثلث أركانه. فالدين إسلام وإيمان وإحسان،
والإحسان هو أن تراقب ربك فأن تعبده، وأن تراقبه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا جانب للأسف الشديد احنا أوسعنا الكلام في الإسلام يعني في مطولات في كتب الفقه، وأوسعنا الكلام في الإيمان مطولات في كتب علم الكلام وعلوم العقائد، وأغفلنا يعني هذا الجانب، جانب الإحسان. ما أحوجنا جميعا أن نعود إلى هذا الجانب، إلى جانب التربية الروحية. ولقد انتبهت ونبهت إلى أهمية هذا الجانب وإحيائه والعمل على ترويجه والدفاع عنه ومواجهة الشبهات التي تلقى في جانبه. فكان بعض زملائي والذين يدرسون في المعهد العالي وكذلك في كلية الدعوة وفي بعض كليات الجامعة يدرسون مرحلة الماجستير، فعمدت إلى أن يسجلوا في موضوع كان غريبا وواجهنا فيه مشكلة في التسجيل في المعهد، ألا وهو هو عن الطرق الصوفية. درس التصوف تاريخا، نحن درسناه في المراحل التاريخية، التصوف في النصف الأول من القرن الثاني الهجري، في النصف الثاني وهكذا إلى أن هينا القرون. التصوف في تراث المستشرقين، رد الشبهات، أعلام التصوف، درسنا كل ذلك. بقي معنا الجانب العملي، المدارس الطرق الصوفية أنا أسميها المدارس الروحية للتربية التي تجتذب العامة فتقوم على شؤونهم وترعى مصالحهم وتحل مشاكلهم ويقترب الشيوخ منهم، يتربون على أيديهم ويأخذون منهم. وعمدت إلى أن يسجل الطلاب في هذا الموضوع الطرق الصوفية، وتقريبا سجلنا قريب من 20 رسالة عن الطرق الصوفية في مصر، الطريقة النقشبندية، الطريقة الخلوتية، الطريقة الرفاعية، الطريق ومدارسها وشيوخها هنا في مصر، وكيف تتعامل مع مريديها، ما تاريخها، بماذا تقدم، وهكذا. هذا جانب مهم، التربية الروحية في الحقيقة لو أننا فتحنا هذا الباب وولجناه ويسرناه وأزحنا الشبهات عنه وحاولنا أن نقترب من الناس وأن نفهمهم أهمية التصوف وأهمية التربية الروحية في الحفاظ على الأولاد. أبناء الطرق الصوفية، وأنا أتحدى هنا وقد يكون هذا مسجلا وربما يعلن على الدنيا كلها، أتحدى هنا أن تجد شابا من أبناء الطرق الصوفية وقع في الإلحاد، أتحدى تماما، لا يمكن، لأنه متربي نشأ في على يد شيخ وعلى يد زملائه وإخوته من المريدين المحبين للشيخ، تعلم وتربى بصورة عملية تطبيقية واقعية، إنها المعايشة إلى جانب العلم. تعجب أن تجد في الكليات الشرعية، في الجامعات وكليات الكليات الإنسانية، كليات الآداب، والتي ربما يدرس فيها الجانب الديني والشرعي، تجد طلابا متشككين، يقول لك زميلي فلان يقول كذا وكذا وكذا، أقول له من الآخر، هذا لم يتربى على يد شيخ، هذا ما جلس إلى شيخ، هذا ما ذهب إلى شيخ وجلس على يديه، هو يذهب إلى المعهد ثم إلى الجامعة ثم بعد ذلك تتلقفه يعني أيدي الشياطين هنا وهناك ويقع في براسنهم. عود حميد وبقوة إلى التربية الروحية وإعلاء مكانة وأهمية الطرق الصوفية ودورها، هذا أمر مهم أيها الأحبة. أسمن هذا الموضوع في الحقيقة وأنا سعيد به، والموضوع له جوانب كثيرة جدا 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 جدا، نحتاج إلى دعمكم وإلى جهودكم
بحثا وكتابة وأيضا كلاما ووعظا ليأتي المجتمع بقوة إلى هذا الميدان اللي إحنا في الحقيقة قصرنا فيه، وهو الميدان الآمن للمحافظة على شبابنا وعلى أولادنا، على بناتنا وأولادنا، على الجميع صغارا وكبارا. خذ بيد أولادك إلى مشايخهم، يتربون على أيديهم، يجلسون مع أحبتهم وزملائهم، يخرجون في النهاية وأنت آمن مطمئن عليهم. لا أريد أن أطيل، فإن هناك علمين كبيرين، معالي الأستاذ الدكتور محمد مهنا ومعالي الأستاذ الدكتور طريف شوقي، يعني بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وسامحونا على يعني هذا الإيجاز المتعجل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. خالص شكر لسعادة الأستاذ الدكتور أحمد حسين إبراهيم عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق، والذي أشاد بدور التربية الروحية بمعناها العام، وهي التربية الدينية، وبمعناها الخاص وهو التصوف الإسلامي، وهو مرتبة الإحسان وثلث الدين، وأكد على أن من السعادة مخاطبة ذوي العقول. ثم نقول ليس الدين مجرد معلومات ولا امتلاء من المعرفة الدينية، وإنما هو سلوك ومعاملة. وننتقل بهذا الصالون المبارك إلى سعادة الأستاذ الدكتور طريف شوقي، أستاذ علم النفس، نائب رئيس جامعة بني سويف سابقا، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء طبعا احنا بنبارك وبنشكر سيادة الوزير الدكتور أسامة الأزهري على دعوته لهذا الصالون ونحن، وطبعا الحاضر الغائب أخي العزيز فضيلة الدكتور محمد عزت، كان نفسنا يبقى موجود بيننا، هو اللي دعانا للحضور، لكن طبعا غصبا عنه. وسعدنا طبعا بمعاية أخي العزيز الدكتور محمد مهنا أستاذ الإرهاب الدولي دوائته طبعا الوقت، وأخي العزيز الدكتور أحمد حسين، وأخي العزيز سعادة الدكتور رمضان. أنا كنت هنا بادي هنا سنة 1992 في موضوع مرتبط بده، كان العنف الطائفي والإرهاب كان منتشر جدا، فالرئيس مبارك الله يرحمه عمل لجنة خاصة لدراسة الموضوع، فأنا دعوني في اللجنة دي الدكتور الله يرحمه محجوب، والدكتور الآن بابولا، يعني كان مجموعة، الدكتور عبد الحكيم، فعملنا كان موضوع مفيد وتقريبا تم تنفيذ الأفكار اللي فيه. المهم طبعا أنا بشكركم على الدعوة دي، وأنا سعيد قوي إن أنا مع المشايخ والشيخات، الخير والبركة، الخير الوعظات، الخير والبركة، لأن أنا دايما أنا متخصص في تنمية القادة بالمناسبة، فبقول لهم أنا بدي طبعا دورات للقيادات، بس اللي هقابل ربنا بالمحاضرات اللي بديها للمشايخ دي، اللي هقول لهم أنا حاولت أنقل علمي لعلمائك، فأنا ببقى سعيد جدا لما أجي أقابل العلماء صراحة في أماكن مختلفة. يعني إحنا هنا بنشكر طبعا الإدارة إنها دعت أصحاب تخصصات مختلفة، لأن العلم الوقت المعاصر بيتطور
بالتكامل بين العلوم، يقولوا الانتر ديسيبليني ابروتش. فانا بدرس في اكاديميه اعداد الدعاه المعاصر علم النفس الدعوي، لان الدعوه علم النفس انت بتخاطب انت بتدعي بشر، فيجب ان تعرف نفسيتهم كيف يعمل عقله، كيف تؤثر في عقله. فعشان كده احنا قريبين من بعض جدا في المساله دي. في العلم علمنا حاجه كمدخل للكلام في الموضوع اللي انا هتكلم فيه. انتوا عارفين المعلقات العظيمه امرؤ القيس والحاجات الكبيره دي، اذا حللناها تحليل نهائي هنلاقي ايه؟ هي حرف دخل في علاقه مع حروف عمل كلمه، وكلمات دخلت في علاقه مع بعض عملت بيت شعر، والبيوت دخلت في علاقه عملت قصيده، والقصائد دخلت في علاقه عملت ايه؟ ديوان، وبعد كده المعلقه. طب ما هو العلم كده. العلم مفهوم مثلا الانفتاح العقلي بيخش في علاقه مع مفهوم تاني التطرف، يعملوا فرض في العلم، فرض هيبوثيسز. اذا زاد الانفتاح العقلي انخفض الايه؟ التطرف. اذا قل الانفتاح العقلي زاد التطرف. والفروض بتخش في علاقه مع بعض تعمل نظريه، التطرف يزيد، الاحساس بالهامشيه يزيد، يبقى في نوع من التوتر الاجتماعي، يبقى في عنف اجتماعي، يبقى في خلل. فدي نظريه. النظريه بنختبرها بالمنهج العلمي، اذا اتحققت بقى قانون. عايز تقلل التطرف زود المعارف والتنوع فيها. القانون بنطبقه لخدمه الانسان، يبقى هو ده العلم. يبقى العلم بدا بالايه؟ بالمفهوم. عشان كده احنا عندنا قاعده نفسي انقلها لكم ولازم تعرفوها كويس. المفاهيم حروف العلم زي القصائد بالظبط. فعشان كده اول حاجه لازم اناقشها وانا في معية الاساتذه المتميزين دول، اول حاجه انتوا عارفين ايه؟ المفهوم. احنا جايين نناقش مفهوم الالحاد الالحاد. انا بخشى العلم فيه قضايا حصل فيها خلل وتضخيم اشياء ابسط بسبب ان المفهوم ما كانش دقيق. زي ايه؟ العنف، الزواج، ضرب الزوجات. مش هتكلم طبعا عن ضرب الازواج، خليني في ضرب الزوجات. انا عامل بحث في ضرب الزوجات الازواج على فكره، بس مفيش داعي من الكلام فيه. المهم ضرب الزوجات. في ناس في المفهوم خلطوا بين الإهانة اللفظية والعنف البدني وجمعهم تحت مفهوم العنف الفايلنس. فلما جم يدرسوا الظاهرة بقت كبيرة ايه؟ جدا. مع ان مش دقيقة، الكلام ده مش دقيق. لأنه العنف في الفايلنس تعريفه البدني فقط مش اللفظ. فما البدني فقط الظاهرة بدأت ايه؟ تبقى محدودة. أنا عملت بحث للمركز القومي للبحوث العلمية الجنائية والاجتماعيات في الموضوع ده. الموضوع ده تقريبا ينطبق على الإلحاد الوقت. أخشى إن مفهوم الإلحاد ده وسعناه. ليه؟ أنا معتقد إن الإلحاد اللي إحنا بنقول عليه إلحاد هو ألوان طيف. جزء محدود منه هو الإلحاد. إزاي؟ في عندنا ظاهرة أنا بسميها السيولة الدينية. الشباب ما عندوش هيكل عظمي ديني، ما فيش وضوح في أفكار الدين في عقله، لأنه ما فيش مصادر دقيقة. فبالتالي بيسأل أسئلة هو بحسن نية عايز يفهم، وإحنا بنحاول بنديها مسمى الإلحاد. احنا بنخاف من الموضوع ده. انا معتقد ان اذا حاولنا نصنف اللي احنا بنقول عليه ملحدين، هتلاقي فيه حد غاضب. غاضب طبعا احنا بنتكلم على غاضب من ربنا، حاسس انه مش واخد حقه، مفيش عداله في حاجات معينه.
وفي واحد ساخط وفي واحد عاتب وفي واحد مقتدي بنموذج حواليه وفي واحد عنده أفكار وحجج ممكن تكون مغلوطة بس حجج، هو ده اللي بيهمنا في الموضوع. لكن الفئات التانية سهل تتعامل معاهم، اللي عنده غضب من ربنا هو شايف ان هو مش واخد حقه، احنا ممكن نتعامل معاه بطرق كتير نخرجه من حالة الايه الغضب ونردها لأصلها، لانه سلوك الاشخاص اللي حواليه لا يعني الدين، دي مصالح شخصية متعارضة. فعشان كده الفئة اللي هي عندها حجج هي دي اللي بتهمنا، واعتقد ان دول حجمهم قليل بس ليهم حل عندنا، اللي هو ايه بقى؟ ده اللي انا عايز اتكلم فيه. المدخل بتاعنا في علم النفس للتعامل مع هذه الفئات، انتوا عارفين مرتبطين بمدخلنا بعلم اصول الفقه. مش في علم اصول الفقه فقهائنا العظماء بتوع الاصول دول عندهم قاعده معروفه، العقل مناط التكليف، فاذا غاب العقل سقط التكليف واذا حضر العقل وجب التكليف. طيب يبقى اذا انا هشتغل على العقل، لان اللي دخل في الالحاد بسبب حجج مغلوطه هو عنده مشكله في اداره عقل. فاحنا عندنا مبحث كبير جدا في علم النفس المعاصر بتاع النهارده اخر 10 سنين، بنسميه الاداره الفعاله للعقل، كيف تدير عقلك بطريقه فعاله. طبعا كلمه فعاله يعني مش ناجحه، فائقه الكفاءه، الفعال ما هو اكتر من ناجح، ما هو الناجح ممكن ب 51%، لكن الفعاله يعني فائقه الايه النجاح. وانا عامل بحث في هذا الموضوع هبعته للدكتور رمضان، لان يهمني جدا تشوفوه، لانه هو منشور في جهات رسميه بالمناسبه بناء على طلبها، لان قالوا لي في مشكله الوعي وعاوزين نزود الوعي، فقلت لهم الوعي ساكن فين؟ في العقل، فلو نمينا العقل هننمي الوعي. فعملت لهم مقالة 30 صفحة كده، حاجة صغيرة بالنسبة لكم يعني، في الإدارة الفعالة للعقل، فياريت تبصوا عليها عشان دي مهمة قوي. فأنا لو قدرت عقل الشاب بتاعي ده بصورة فعالة، اولا هحصن الفئات الكتيرة اللي ممكن تخش في المشكلة، هحصنها زي كورونا كده، وفي نفس الوقت اللي داخل المشكلة هعرف ايه اساعده ببناء عقله على حلها، ويبقى حل ذاتي. انتوا عارفين ايه الحل الذاتي ده. اما اجي اقول الادارة الفعالة للعقل، في عندي 4 محاور رئيسية. المحور الأول إدارة المعلومات، أنا بعلمه إزاي يدير المعلومات اللي داخل عقله. طبعا هقول لكم تفصيل بس أقولهم الأول. المحور الثاني إدارة الأفكار اللي جوه عقله. المعلومات بتغذي أفكار، ازاي ندير افكاره في الاتجاه الايه الصحيح او الفعال. المحور الثالث ادارة الذات، ازاي يدير ذاته، لان مشكلة الناس دي ان مش عارف يدير ذاته. وطبعا في عناصر فرعية جوه كل نقطة، هقول بس تقريبا عنوان عشان الوقت، لان انا عايز اسمع كلام مولانا الدكتور محمد. المحور الرابع إدارة علاقاته مع الآخرين، لأنه هو هيخرج عن نفسه بقى، وجزء من مشاكله اللي ودته في أحضان اللي إحنا بنقول عليه الحال في مشاكل مع الآخرين، فإزاي يدير علاقاته مع الآخرين بأكبر قدر من الوفاقة وأقل قدر من المشكلات. هي دي المحاور الإيه؟ الأربعة.
تعالوا نلقي نظرة يعني سريعة على كل إيه محور. بالنسبة للمحور الأول إدارة الأفكار، إدارة المعلومات، أنتوا عارفين في فرق دايما بين ثلاث مفاهيم في علوم المعلومات، في داتا بيانات، وفي انفورميشن معلومات، وفي افكار اللي هي معارف او نوليدج. البيانات ان انت بتدخل عقلك معلومه ملهاش معنى في حد ذاتها. يعني افرض انا قابلت 10 من الافراد في مقابله وكل واحد جاب درجه 11 9 16 واديت كل واحد من 10 درجته منفصلا، فهو شاف كلمه 10، ايه معنى 10؟ دي بيانات. لكن لو اديت كل واحد من 10 الكشف كله فبقى ابو 10 عرف ان هو ايه، في حد 16 وفي حد 17، فبقى عرف ان هو درجته ايه قليله، فبقت معلومات، بقت انفورميشن، المعنى دخل عليها. لكن لو انا قررت هاخد ابو 16 اعينه عندي في الجامعه يبقى المعلومه بقى ليها تطبيق، فبقت معرفه او بقت فكره عمليه. فعشان كده احنا يهمنا قوي المعلومات اللي داخل عقل الشاب ده ازاي فلترها. ففي هنا نقطتين اساسيتين، وطبعا انا كل نقطه الحقيقه كاتب فيها حاجه، يعني لان الموضوع تفاصيله كتير وشغلنا، لان انا مهتم بعقل القاده في اي اتجاه وعقل الشاب وعقل اي حد. فالوقتي اول نقطه تهمنا عشان المعلومات نضمن انها ما تعملش مشاكل في عقله، التنوع المعلوماتي. لازم الشاب بتاعنا ندربه على ان يبقى متنوع المعلومات. انتوا عارفين لو شيخ فضل يقرا في الدين بس هيجي له في النهايه انيميا معرفيه، لانه زي اللي بياكل لحمه بس او رز بس، مش هينفع كده. فلازم يعرف حاجه في علم النفس وحاجه في السياسه وحاجه في الاقتصاد وهكذا، وحاجه في القانون الدولي، عشان يبقى في تنوع معرفي. التنوع بيعمل لياقه معرفيه، فاحنا عايزين طبعا، ونقص التنوع بيعمل هشاشه معرفيه وبعد كده كساح معرفي على فكره. فعشان كده احنا يهمنا جدا الشاب بتاعنا يبقى عنده تنوع معرفي. وزي ما كنت بكلم مولانا الدكتور محمد ان العلوم دلوقتي عماله تتقدم بسبب التكامل بين العلوم. يعني انا بدرس في قسم بترول في كليه هندسه، ايه ده؟ اصله في حوادث بتحصل اثناء الحفر وسببها بشري، فقالوا لهم في الاتحاد الاوروبي هاتوا استاذ علم نفس عشان يحلل اسباب الحوادث ويتنبأ لكم بمين من الناس هيرتكب حادثه قبل ما يرتكبها من خلال تحليل شخصيته. فانا بروح ادرس لهم الكلام ده، انا بتاع علم نفس، بس علم نفس في الريسك مانجمنت، اداره المخاطر، فارتبطنا ببعض، افدتهم وافادوني. فعشان كده احنا يهمنا جدا الموضوع ده. وانا بختتم الموضوع ده بمثل انا مألفه لنفسي، انا بألف امثله وحكم على فكره، كنت نائب الصبح وبألف حكم بعد الظهر، هقول لكم حكمه وقولوا رايكم فيها. مش في عندنا مثل يقول اعرف شيء عن كل شيء واعرف كل شيء عن شيء؟ انا مش موافق على المثل ده طبعا، بس عملت مثل بدال، ارجوكم نفكر بالتفكير الناقد فيه. انا عايز الشاب بتاعي يتعلم ده، اعرف القليل من المعلومات عن الكثير من الموضوعات تكون مثقفا. لان مش معقوله تعرف شيء عن كل شيء، الدنيا مش كده. واعرف الكثير من المعلومات عن القليل من الموضوعات تكون متخصصه. فانا الشاب بتاعي عايزه كده، كثير من المعلومات عن قليل من الموضوعات. ليه؟ اصل الموضوعات كل شويه في العلم عماله تتغير.
وطبعا انا ليا قصص في الموضوع كتير الوقت مش سامح يعني. فدي اول نقطه. لا هقول لكم قصه انا يعني دايما كانت حقيقة. كنت انا وعارف جامعه الملك سعود في لحظه معينه كنت مستشار الجامعه لتنميه القاده ساعتها، فكنت بدرس محاضره مسائيه لموجهي العلوم الاسلاميه. ففي أول محاضرة لقيت واحد منهم بينظر لنظرة غريبة جدا. أنا فاهم ليه؟ هقول لكم ليه بعدين. فأنا متعود أواجه، فقلت له هو أنت ليه بتنظر للشذرة كده؟ ضحكوا كلهم هو سكت. وبعد 4 شهور في نهاية الكورس جالي المكتب. قال لي أنا عايز أجاوبك. أنا ليه كنت بنظر لك؟ طلع الإجابة إيه بقى؟ أنا كنت متوقعها طبعا. هو أما أنا بدأت أتكلم حس بالخوف على نفسه، عجبه يظهر طريقتي، وحس إن أنا ممكن أعمل له فتنة في عقله. هو عندهم أفكار عن علم النفس إنه علم فاسد وكافر وبتاع فرويد والجنس وقلة الأدب. فقال لك الراجل ده هيفتني، فبيحمي نفسه، فايه اللي يبان في نظرته؟ فانا طول المحاضرات اقول لهم على فكره علم النفس جاي عشان يخدم الاسلام. يقولوا لي ازاي؟ اقول لهم مش الاسلام عايز الناس تحفظ القران؟ عندنا اساليب تحت تنميه الذاكره. مش علم النفس عايز الشخص يبقى عنده عزة وكرامة ويقول يعبر عن رأيه؟ عندنا أساليب في علم النفس اسمها توكيد الذات. مش علم النفس عايز المسلم يبقى قائد؟ عندنا أساليب لتنمية مهارات الإيه؟ فحس إن علم النفس ده حاجة حلوة قوي وهتفيد الإسلام. فجاء قال لي على فكرة أنا بعتذر لك عن النظرة الشذرة. شوف الدنيا بتبقى عاملة إزاي. نيجي بقى للنقطة الثانية في عقل الشاب ده، التفكير الناقد. ما هو اي معلومه لو دخلت عقله وما طبقش قواعد التفكير الناقد عليها ممكن في معلومات مسممه تفسد له عقله. لكن التفكير الناقد احنا بنسميه على فكره عندنا حامل العقل، حارس العقل. والحارس بيبقى عنده اسلحه طبعا. في عندنا 6 اسلحه اللي هم الخواجات يقولوا 5W and H، احنا نقول مما ملا. يعني لازم اي معلومه تخش نسالها 6 اسئله، اذا جاوبت صح تخش العقل، ما صحش لا. من قال ماذا ومتى واين وكيف ولماذا، يبقى مما ملا. فاحنا لازم نعلمه ده. انتوا عارفين النقد لانه هو اساس تطوير العقل المسلم. مش الرسول عليه الصلاه والسلام طول الوقت كان يقول للصحابه اسالوني هو مين ده؟ مش تقولوا لي ليه ده؟ هو عاوز ينمي عندهم التفكير الايه؟ الناقد اللي مهتم بطرح الاسئله. عشان كده لو تلاحظوا حاجه، المسلمين سموا النقد على اسم اغلى حاجه في الايه؟ في الدنيا، النقد. طبعا صندوق النقد ولا دعوه بيه، صندوق النقد او النكد، لكن النقد هم المسلمين عايزين يقولوا ايه؟ من ينقدك كانه ينقدك، لانه هيفيدك هيطورك. وطبعا انتوا عارفين اصل كلمه النقد جاي من كده. الخليفه مروان بن عبد الملك اما عمل سك العمله ذهبا ظهر في الاسواق من يغش العمله بالنحاس، فأنشأ في السوق وظيفة جديدة سماها إيه؟ الناقد. الناقد الذي، تعالوا بقى بلغتنا دلوقتي، كان الأول الذي يميز بين العملة السليمة والعملة المزيفة، إحنا الوقت الناقد يميز بين الفكرة السليمة والفكرة السقيمة. فعشان كده موضوع النقد ده مهم جدا. طيب نيجي للمحور الثاني اللي إدارة الإيه؟ الأفكار. طبعا لما أقول إدارة الأفكار أنا عندي محورين كبار فرعيين يعني، وبرضه أنا مؤلف فيهم
لان الحاجات دي يا جماعه اهم حاجه في عقلنا وعقل اي شاب واي خلل فيهم. انتوا عارفين نقص فيتامين عين بيعمل ايه؟ فيتامين عين يعني العقل، فيتامين العقل يعني هنا مشكله كبيره جدا، العقل مش هيشتغل كويس. فاهم حاجتين التفكير الابداعي والتفكير الاستراتيجي، لازم الشاب بتاعي يتعلم الاثنين دول. ازاي يقدر يبدع افكار جديده لحل مشاكله؟ انتوا عارفين الابداع بايجاز شديد، اصل انا عامل كتاب كامل في تنميه الابداع لدى القاده، فانتوا قاده. احنا منتظرين كل الافكار وكل الكتب وكل الابداع. بصوا شرف ليا ان انتوا تستفيدوا من لان انا معلش مألفها عشانكم يعني. هي اي نعم في بره وبتتنشر في اماكن كتير، بس انتوا اهم من اي حد. فالمهم انتوا عارفين اما بيعرفوا الابداع ما هو بطريقه مبدعه برضه. كان ليا استاذ الله يرحمه دكتور مصري حنوره، كان استاذ الابداع. فقلت له دكتور مصري ممكن تعرف لي الابداع ده مبدع؟ فعرفوني بطريقه ايه؟ مبدعه، وده حقيقي. قال لي يا ابني 3 مين؟ 3 جيم. بقول له ايه معنى 3 جيم دي؟ قال لي ان تاتي بحل للمشكله يتسم بالجده والجوده والجدوى. هو ده الابداع. يعني انا صراحه كنت وانا معارف الرياض الناس طبعا كنت خايف بروح اصلي في الجامع، فخايف الحذاء يتسرق برضه، ثمنه يعني مش قليل. السعوديين مش فارقه معاهم، بيحطوا الاحذيه على باب الجامع. فانا عملت فكره بسيطه خالص فيها الثلاثه جيم. احط فرده في اول الكومه وفرده الناحيه الثانيه في اخر الايه؟ الكومه. فقعدت 7 سنين في الرياض ما اتسرقتش. وإلا على ما يعمل ماتشنج يبقى الاثنين هيتمشوا. وانا نائب كان عندي مشاكل كتير قوي في الجامعه وفي المجلس الاعلى، فكنت بحلها صراحه بالايه؟ بالابداع، لانه ده مدخل الحياه لا ينضب لحل المشكلات. لدرجه ان انا كنت بدي المشايخ معايا كورس عن ان الابداع فريضه اسلاميه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان مبدع وكان بيحل مشاكله بالابداع. فاكرين اما حل مشكله الحجر، وضع الحجر، مش عمل حل مبدع؟ حل جديد، حل جيد، حل اقتصادي ما كلفوش حاجه، مش كده ولا ايه؟ بس فهو ده الابداع الوقت. فانا نفسي علماء اصول الفقه يطوروا علم جديد بقى عندهم. مش عارف انا من حق اقول كده ولا لا، لكن المجتهد اذا اخطا فله اجر يعني. علم اصول الفقه الحديث والقديم بيقوم على المنطق بفرعيه الاستدلالي الاستقرائي والاستنباطي والاستنتاج. لكن الحقيقه اللي بيطور العلم وهيطور الفقه الابداع. فعشان كده لازم يطلع علم جديد عندكم اسمه الابداع الفقهي. واحنا نفكوا في علم نفس جدا في الموضوع ده، لان ده هيبقى اساس قوي جدا لفتح باب الاجتهاد. الابداع هو المكافئ العلمي للفظ الاجتهاد، بس ليه اسس عندنا واضحه ممكن تاخدوها. فيا ريت الموضوع ده يتم التفكير فيه. زي ما في فكره كنت عايز اقولها للدكتور احمد يا ريت تقولها له. هو قال ان عمل 20 رساله في طرق التصوف. انا كان نفسي اقول له اعمل رساله 21 عشان حتى يبقى وتر يعني. ليه؟ بعنوان ايه؟ ايه هي العناصر والممارسات المشتركه بين العشرين طريقة؟ لأن هي دي اللي تهمنا. ما هو الطرق مثل وجوه البشر، كل وجوه البشر بينهم عناصر ايه؟ تشابه. دي اللي تهمنا.
فانا عايز اعرف عناصر التشابه بين الطرق في في في, في ابعاد التربيه الاخلاقيه. طبعا في ابعاد التربيه الاخلاقيه وكل طريقه زي كل وجه ليه عنصر ايه تفرد، فكل طريقه متميزه نعرف ويبقى عرفنا التشابه فين والتميز فين ونقرر ناخد ايه بقى من التميز، لكن التشابه هو اللي هناخده. واما ناخد التشابه نعمل بحث تاني بقى، المقارنه بين ابعاد التربيه الاخلاقيه في الفكر الاسلامي نفسه وفي الفكر الصوفي عشان نعرف قد ايه هما مقربين من بعض. فهو ده اللي احنا طبعا اللي انا بقوله ده ليه اساس احصائي عندنا في العلم، في طريقه عندنا في العلم اسمها الفاكتور اناليسيز اللي هي التحليل العاملي اللي هي كل عناصر كتيره نحولها لعناصرها الايه؟ الاساسيه المشتركه. فدي فكره بس حبيت ايه؟ اتفضل يا مولانا. لا ها؟ طيب احنا بنرحب بكل المداخلات وكل الاسئله مكتوبه. ماشي؟ يا ريت لو حد عنده مداخله او سؤال او اي شيء او تعليق يا ريت يكون مكتوب والاوراق موجوده. ماشي؟ فضلت الشيخ نادر مشكورا. الاوراق اكتب اي حاجه انت عايزها. النقطه يعني الثانيه التفكير الاستراتيجي. لازم الشاب بتاعنا يبقى انت عارفين الاستراتيجيه هي ايه؟ ان تعرف ما الذي ستكون عليه مستقبلا، انت رايح فين؟ فعشان كده لازم الشاب بتاعنا نعلمه ده، لان غياب الرؤيه بيخليه يضل الطريق. وطبعا هقول لكم مثل بسيط لان الموضوع ده كبير وبرضه انا مألف فيه في حاجه. انتوا عارفين جيف بيزوس بتاع امازون؟ هو فتح الشركه سنه 1995 في شقه، بس كان عنده رؤية استراتيجية واسعة قوي حققها الوقت. ايه؟ انه عايز يبقى في 20 خلال 20 سنة من اكبر شركات العالم. طب مين اكبر نهر في العالم؟ امازون. فسمى شركته امازون عشان هيبقى اكبر شركة في العالم. وبدأ ببيع الكتب عشان ما بتكلفش تخزين. لكنه برضه قال في خلال 20 سنة هلبي كل احتياجات الزباين من الإبرة للصاروخ. عشان كده لو تلاحظوا تحت كلمة أمازون AMAZ حط سهل، لأنه أنا هلبي احتياجات زبايني فروم إيه؟ تو زد. فروم إيه؟ تو زد. كل حاجة ليها معنى. رؤية، لازم الشاب بتاعي يبقى عارف هو رايح فين. فدي نقطة أساسية في الموضوع ده الكبير ده. نيجي للمحور الثالث اللي هو إدارة الذات. إدارة الذات أنا عندي أربعة عناصر فرعية سريعة. إدارة انفعاله، لأن إساءة إدارة الانفعال أنتوا عارفين بتخلق للشاب مشاكل كتيرة جدا، بتحطه في ورطة بتدخله للصعود بالظلم. لكن يجوز لو ادار انفعاله بشكل افضل زي ما احنا بنعلمه مش هيخش في المتاهه دي. النقطه الثانيه اداره الاخلاق، الالتزام الاخلاقي. ازاي نبني عنده التزام اخلاقي؟ الوقت في العلم طبعا الاسلام حسن الموضوع ده، هي ان دايما المسلم ظاهره زي باطنه. انتوا عارفين في العلوم الاداره القياده المعاصره نقول للقائد اهم حاجه فيك عشان يبقى فيك مصداقيه ونجاح في حياتك اللي بيسموها الانتجريتي او النزاهه، ان يتسق سلوكك مع كلامك. اذا حصل ده انت هتبقى عندك مصداقيه. عايزين نعلم الشاب بتاعنا ده. كمان عندنا تطوير الذات. لازم الشاب بتاعنا يتعلم يطور مهاراته طول الوقت، لان دي خالقه مشاكل كتير للشباب. الشغل ده بيرفضه والشغل ده بيرفضه عشان ما عندوش الايه؟ المهارات. تيجي نعلمه، وده عندنا برضو احنا مؤلفين في المجال ده، ازاي تنمي نفسك بنفسك ومن هنا تحل مشاكلك بنفسك.
اخر حاجه الالتزام السلوكي الصحي. الشباب عندنا ياكل كتير وزنه يزيد، يحس انه مش مع مشاكل كتير، ما بيهتمش بالموضوع ده، فازاي نعلمه يبقى عنده نظام صحي وغذائي. اخر حاجه اداره العلاقات مع الاخرين فيها نقطتين. اول حاجه بيسموها الامباسي او اعتبار الاخر، كيف نعلم الشاب ان يضع نفسه مكان الطرف الاخر وبالتالي يدرك موقفه. وتاني حاجه الايثار، كيف ينفع الاخرين، ازاي يبقى موضع نفع طول الوقت للايه للاخرين. اذا قدرنا الحاجات دي كلها نعملها، وفي طرق كتيره، هنخلي الشاب بتاعنا عنده عقل يحميه من انه ينساق، ويساعده انه يرسم حياه خاليه من الالحاد. وشكرا. نتقدم بالشكر للاستاذ الدكتور طريف شوقي، استاذ علم النفس ونائب رئيس جامعه بني سويف سابقا، على انه فتح لنا مجالات ونور لنا عقولنا، واهم فكره التكامل بين العلوم، فانه لا يمكن الانفصال بين العلوم، والا اصبنا بالفقر العلمي الانيميا كما تفضل سيادته. والان مع حسن الختام سعادة وسماحة استاذنا الدكتور محمد مهنا، استاذ القانون الدولي لجامعة الازهر، وصاحب المدرسة سلوكية عملية علمية في التربية الروحية، وكيف نوجهها لمقاومة الالحاد في ظل عصر الرقمنة كنموذج. فليتفضل سماحته مشكورا. شكر الله لكم وبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لك والشكر لك ما دامت النعماء لك، اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك. الحمد لك حمدا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى ورسوله إلى كافة الورى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وارض اللهم عن مشايخنا في الله أجمعين، وعن كل من علمنا حرفا في الله، وعنا وعنكم وعن كل واقف على باب الله بحق وصدق من كل مذهب ومشرب وطريق. ثم أما بعد، فأشكر بداءة إلى أستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، السيد الأستاذ الدكتور عزت محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الأستاذ الدكتور رمضان عفيفي، وكافة القائمين على المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعلى وزارة الأوقاف. وطبعا أخ واحد بيتكلم بتبقى مهمته صعبة، فما ترك الأولون للآخرين من شيء. نعم، خاصة إذا كان يتكلم في وسط العلماء والدعاء والداعيات. وأصل أمر الدعوة أمر ليس بالهين. وكنا نسمع من شيخنا رحمه الله يقول: يا ولدي، لكل إنسان في هذه الحياة وظيفة، هذا تاجر وهذا صانع وهذا مهندس وهذا طبيب وهذا قاضي وهذا ضابط، لكن ما هي وظيفة كل الوظائف؟ ما هي وظيفة الرسل والأنبياء على نبينا وعليهم السلام؟ ما هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يقول: قل هذه سبيلي، هذه وظيفتي، وظيفة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ كان يكلمنا بالشكل ده ببساطة: أدعو إلى الله
ازاي يا اولاد على بصيرة، والبصيرة في مقام العلم غير البصر. البصر ناظر العقل، والبصيرة ناظر القلب. البصر للملك، والبصيرة للملكوت. يعني البصر للشهادة والبصيرة للغيب. أستاذنا قال لنا المعلومة، البصر لما يرى فهو نافذة إلى العقل، يبدأ العقل يفكر يدخله معلومة. السمع نافذة، سمع نافذة إلى العقل يدخل معلومة، يبدأ العقل يفكر. فالبصر للشهادة، البصيرة للغيب. أنا لوحدي، كان يقول كده، أنا ومن اتبعني. يعني أنت بتشتغل مع مين؟ الداعية ده شغال مع إدارة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، أنا ومن اتبعني. وطبعا لو وقفنا مع كل كلمة نحتاج إلى محاضرات وأيام كثيرة وجهود كثيرة، لأن أن تكون صاحب بصيرة ليس بالأمر الهين. أن أكون صاحب بصيرة، صاحب بصيرة يعني معناها ولي. معنى صاحب بصيرة يعني ولي. فتصور ما هو المطلوب في الداعية؟ أن يكون صاحب بصيرة. لذلك فالدعوة رسالة وليست وظيفة، وده التحدي الحقيقي لمن يتولى أمر الدعوة في هذا الدين. لأن الدعوة متى تأتي؟ العلم، ثم العمل، ثم الإجادة، ثم النشر، يعني الدعوة ده آخر مرحلة. لأن علم بلا عمل وسيلة بلا غاية، وعمل بلا علم جناية. فالعمل ثم العلم ثم العمل ثم الإجادة ثم النشر يأتي الدعوة. فشوف أين موقع الدعوة. فالدعوة رسالة. المفترض إن كل عمل إنسان بيقوم به في الحياة يجب أن يكون رسالة وليست وظيفة. أخطر شيء أن تصبح الدعوة وظيفة. ليه؟ لأن هناك مهن لا يمكن إلا أن تكون رسالة، ممكن تبقى أبدا وظيفة. يعني إنجازة، وهذا لا يجوز في مفهوم الدين والإسلام، أن يبقى فيه مهنة تعتبر وظيفة. ودي في كلام دقيق ابن خلدون وعلماء الاجتماع، يعني واحد بيعيش بمهنة يعني يحترف، واحد بيعيش بذلة يعني بقى عبد للخلق، واحد بيعيش لله ده بقى عبد لله، ده حاجة تانية. لكن مش دي قضيتنا الآن. لكن إن جاز جدلا أن يكون هناك بعض المهن وظائف، فلا يجوز للدعوة أن تكون وظيفة. الدعوة دي رسالة بطبيعتها، ما ينفعش تبقى وظيفة. التعليم رسالة، لا يصلح أن تكون وظيفة. الطب رسالة، القضاء رسالة، الأمن رسالة. فلذلك الدعوة أمر لو أدركناه كنا نعرف عبء المسؤولية التي تقع على عاتقه. ثم ليه إدارة الدعوة وكلية الدعوة، كان أستاذنا الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة إيدي، لا، في فرق بين التبليغ وبين الدعوة. بلغوا عني ولو آية، لا يشترط فيها هذه الدرجة من المعرفة أن تكون صاحب بصير. نضر الله وجه امرئ سمع إيه مقالتي فوعاها، حفظها كويس فأدها كما، فرب مبلغ أوعى من سامع. أنا اللي سمعت النص وحفظته وقلته لك على المنبر،
لكن اللي بلغه ربما يكون أوعى مني. أنت أديها كما هي، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. يبقى الدعوة أمر جلل. فشوف بقى تتكلم أنت بعد أساتذة الكبار، وبعدين تتكلم في وسط علماء، شوف بقى إيه. فإذا أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمستعد أقدم هدي وتعتبوني من الحكاية. الله يبارك فيك يا سيدي. وطبعا الحقيقة صلى الله عليه وسلم العارف والعارف بزمانه، يعني عشان الداعية يبقى فاهم لازم يفهم زمانه. يقول مولانا أبو طالب المكي رضي الله عنه: والعارف هو العارف بزمانه، وليس العارف هو الذي يميز بين الخير والشر، إنما العارف هو الذي يميز بين أي الخيرين شر وأي الشرين خير. معرفة حكم الزمان هي ألف به للداعية الذي يقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعوة مش خطابة، الدعوة مش خطبة جمعة. لو اختزلنا الدعوة، أو كما نقول تجديد الخطاب الديني، إذا قصد بالخطاب الديني خطبة الجمعة تبقى مصيبة. ده الدعية ده المفروض هو الشيخ المعلم والمربي والمرقي لكل من يتصل به بصورة من الصور. والتعليم يقع على العقول، والتربية تقع على النفوس، والترقية تقع على الأرواح. لأن الإنسان فيه الأدوات، فيه هذه الأبعاد. الإنسان مش مجرد يعني كم جالون من السوائل وكم جرام من المنجنيز والحديد والفوسفات والفوسفور، ما يسويش بسعر النهاردة حتى 200 جنيه مع ارتفاع الأسعار. الإنسان بعد آخر. وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فإذا القضية في غاية الأهمية، ولذلك إحنا مش مدركين. أستاذنا كان بيكلمنا عن الرؤية، الشاب ده أنت عاوز منه إيه؟ هيتخرج يبقى إيه؟ أنت عارف أنت الأزهري المفروض الأزهري يبقى إيه؟ كنت بتكلم مع أستاذنا قبل ما نبدأ المحاضرة. المفروض يبقى الأزهري ده هو أولا مدرك، لازم يبقى عنده أربع إدراكات أساسية. وقال لك لو وقفت عند تقعد تعرف الدين على طول وتتعلم دين على طول، يبقى عندك أنيميا إيه؟ أنيميا معرفية. المفروض الأزهري يبقى أولا مدركا للنص، مدركا للواقع، مدركا للغير، مدركا للنفس. وده المعالم المنهج الأزهري، انه يخرج لي واحد في الرؤية بتاعتي يكون مدركا لهذه الإدراكات الأربع، مدركا للنص بكل أبعاده اللغوية والفقهية والأصولية والعقدية، مدركا لمآلات النص ومقاصد الشرع، مدركا لكل ما يتعلق بالنص، للمصالح المعتبرة في النص، المصالح المرسلة أو غيرها. لازم يبقى كل إدراك كامل. فربما يؤدي الحكم الذي أحكم به أو الذي أفتي به يؤدي إلى أضرار أشد مما هو ممنوع أو مكروه، يؤدي إلى مصيبة أكبر. فكيف تعدل عن هذه الفتوى وهذا الحكم؟ ولذلك كما قلنا الفتوى تنضبط بأرب ضوابط أو بمتغيرات كما تعلمون، ما أنتم بتعلمون الكلام ده، تغير الزمان، تغير المكان، تغير الأشخاص، تغير الظروف.
مش معنى كده ان انا اترك النص، لا 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 يمكن ان اترك النص ابدا. فاذا عندي اسس الادراكات دي. طب ادراك الواقع، ادراك الواقع لمتغيراته الاجتماعيه السياسيه الاقتصاديه بكل متغيرات الواقع اللي انا بعيشه. ما ينفعش اكون انا داعيه النهارده ولما مؤشر جونز ده يتغير شويه كده الراجل بتاع البطاطا اللي في الشارع قدام الجامع بيبيع والراجل بتاع الترمس بيتاثر حال، يبقى انا ازاي ما بقاش مدرك الكلام ده؟ كل متغيرات الزمان والمكان اقتصادي وسياسي واجتماعي وفكري وثقافي. ايضا ادراك الغير، ادراك الغير بعقائدهم المختلفة، بأفكارهم، بفلسفاتهم، بثقافاتهم، بعاداتهم، بتقاليدهم، بلغاتهم، لأن اللغة فكر في الحقيقة، مش مجرد إيه؟ ألفاظ وحروف. صحيح أستاذنا بيدينا معنى دقيق للإيه؟ للألفاظ والحروف، والشيخ الإمام الأكبر أو الشيخ الأكبر محدد من العربي يقول: والحروف أئمة الألفاظ ولها شرائع، شرائع من جنسها ورسل من جنسها. شغلانة تانية لكن علينا، خلينا هنا. فإذا إدراك الغير المخاطب، أنا هتكلم معاه، العلاقات، إدارة العلاقات مع الآخرين هكلمه إزاي؟ فلازم أدرك هذا الغير بكل أبعاده. إدراك النفسي والحذر من غوائلها باعتبارك أو باعتباري ممثلا للدين. وكان شيخنا يقول: يا ولد الصغيرة من الكبير كبيرة، الصغيرة من الكبير كبيرة. ما لا يمكن أن أو ما لا أخذ على الآخرين القليل منه مصيبة في حق الكبار. ما أسكر قليله فكثير حرام، فده قليله مصيبة. الصغيرة من الكبير كبيرة. فالحذر من النفس والحذر من غوائلها باعتباره قدوة في الدين. والقدوة دي أمر خطير، لأن لقد كان لكم في رسول الله، هل رأيت إسلاما بلا مسلم؟ إسلام مجرد كده يطير وحده في السماء بلا مسلم يحقق الإسلام في أفعاله، أقواله وأفعاله وأحواله؟ هل رأيت إيمانا بلا مؤمن يحقق الإيمان في أقواله وأفعاله وأحواله؟ هل رأيت إحسانا بلا محسن؟ هل رأيت صدقا بلا صديق أو صادق؟ هل رأيت كرما بلا كريم؟ هل رأيت رضا بلا راض؟ هل رأيت توكلا بلا متوكل؟ هل رأيت كل مقامات الدين؟ هل أحد رأى مقام أو معنى من معاني الدين مجرد كالروح في الجسد؟ فلا وجود للأرواح إلا فيها، أي في الأجساد، ولا حياة للأجساد إلا بها. فهل رأيتم أحدا أسلم الوجه لله مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل رأيت أحدا حقق اسم الله المؤمن في نفسه مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل رأيت أحدا حقق مقام الإحسان في الدين مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا في داخل كل مقام من هذه المقامات درجات ومراتب في الدين. فالدين مراتب لا يحيا إلا بالسلوك والتطبيق العملي، بالتربية الروحية هي التي تحيي الدين في نفوسنا. العلامة الفرنسي ريني جينو، واللي
تتلمذ عليه مولانا الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود وكتب عنه كتابين، وأسلم على يدي خلق كثير معظمهم من كبار الفلاسفة والعلماء في العالم. كان اسمه الشيخ عبد الواحد يحيى، سمى نفسه الشيخ عبد الواحد يحيى. لماذا؟ عبد الواحد نسبة إلى التوحيد، يحيى إن لم يحيى هذا التوحيد سلوكا في حياته تخبو أنوار التوحيد في القلوب. فالذي يحيي أنوار التوحيد في القلوب العمل. هل رأيت آية في القرآن الذين آمنوا بدون وعملوا؟ السلوك. فالدين علم وعمل. الذين آمنوا علم، فالإيمان علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وكل علوم الدنيا والأخيرة في لا إله إلا الله. وعملوا تطبيق للا إله إلا الله لكي يحيى نور الإيمان في القلوب. طيب ما هو المنهج لتحقيق هذا الإيمان بالعمل؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والعلماء ورثة الأنبياء، نحن معشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما، وإنما نورث العلم. الحقيقة كل دي مقدمة بس عشان أشوف إيه، إن ندخل على الإلحاد إزاي. أخبار حضرتك، لأن الإيمان ده عبارة عن إيه؟ ده علم، درجة من درجات العلم أو المعرفة، والإحسان درجة أعلى. طيب ما احنا بنتعلم. العلم كما يقول الإمام الهروي والأئمة الكبار هو ما رفع الجهل وقام بدليل، ما كشف أو رفع الجهل وقام بدليل. أيوة دي درجة من درجات العلم. أمال إيه؟ لا ده نعاوز علم أكثر يقينا، لأن الدليل قد يقبل الدليل المناقض زي أستاذنا ما شرح. هو عنده أدلة، عنده أدلة على الإلحاد. فأنا حكاية الدليل دي درجة من درجات العلم، اللي هو العلم العقول ده أدلة. في أعلى، أيوة المنطق، ما أقبلش الجدل. أستاذنا كلمنا عن المنطق أيضا، المنطق لا يقبل الجدل. العشرة أكتر من الواحد مش هتعرف تجادل. الصوفية هيجادل ويقول لك آه ممكن عشرة، الواحد يبقى أكتر من العشرة أكبر. أيوة هي العشرة عبارة عن إيه؟ واحد مكرر عشر مرات، فالأصل الواحد. المية عبارة عن إيه؟ واحد مكرر مئة مرة، لو شلت الواحد هيفضل إصفار. الألف هتشيل الواحد هيفضل إصفار. بدون الواحد مفيش حاجة. ده حقيقة تانية. فالكون هو تجليات الحق سبحانه وتعالى. بس مش هندخل في الموضوع ده عشان ما نروحش بعيد وبعدين ما نروحش النهاردة، فخلينا هنا في الأرض لسه. في المنطق اللي الرجل الأعرابي البدوي قال إيه؟ البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. مش ممكن لأستاذنا الدكتور طريف يبقى موجود هنا وفي بني سويف في نفس الوقت. حد يجادل؟ بس برضو الصوفية هقول لك آه الأبدال وبتاع جماعة البدع مالناش دعوة، خلينا هنا. لكن منطقا احنا ايه؟ ما ينفعش. ده منطق، والأثر يدل على المسير، فبالتالي طبق إذا لكل صنعة صانع. أفليس لهذا الكون من خالق؟ يبقى دي بديهيات. فالانطلاق من المسلمات البديهية لا يمكن أن أجادل، لا يمكن أن يقبل الجدل. بس هو البعرة دي صحيح تدل على البعير، بس هو مين البعير؟ والأثر هيدل على المسير. كان في واحد ماشي، بس مين اللي كان ماشي؟ هنا يقف علم الكلام عند هذا الحد. المنطق وعلم الكلام اللي هو علم العقيدة يقف عند هذا الحد. هنا بقى التربية الروحية التصوف يقول لك مين اللي كان ماشي وما خرفش.
بأدلة شرعية مخصوصة، ولا تنفك عن الفقه اللي هو الدليل، ولا عن العقيدة القائمة على الدليل المنطقي الأحكم. هيقول لك آه مين اللي كان ماشي؟ الشيخ أبو واحد يحيى، طبعا ده التصوف يعني إيه التربية الروحية. الشيخ أبو واحد يحيى أساتذة السربون والفلاسفة سنة 1900 قالوا له يعني نشعر أن في كلامك حقائق ولكن ليس لديك دليل. طلبوا منه يجتمع معهم في السربون، فاجتمع معهم فقالوا لكن ليس لدينا دليل يثبت ذلك، ما عندكش دليل. قال لهم تريدون الدليل على المعرفة؟ قالوا نعم. قال إذن أنتم تطلبون نظرية المعرفة للمعرفة ذاتها وشتان. طول ما بتقول دليل هيقبل الخطأ والصواب. أمال المذاهب يعني إيه؟ أمال المدارس يعني إيه؟ في الطب وفي الهندسة وفي علم النفس وفي علم الاجتماع، كل العلوم فيها مدارس أدلة، وده صح وده صح، فهنبقى في محل الظن. إذن أنتم تطلبون نظرية المعرفة للمعرفة ذاتها، أما المعرفة إن أردتها فعليك أن تسير إليها، وده الطريق إلى الله تعالى. أجد إيه المعرفة هو إيه الطريق التربية أنت تمشي لها إزاي. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، هو ده. جات منين؟ ما هو الجماعة الصوفية أو مش الصوفية، ده العلم الحقيقي، عشان إيه يعني إذا نسب إلى الصوفية ده لا ينفي إن هو العلم الحقيقي. وإذ أخذ ربك، قال بيقولوا إيه، خلقت النفس البشرية لطيفة نورانية، هنخش على الإلحاد أهو، وإن كان يعني ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء. خلقت النفس البشرية لطيفة نورانية عالمة بما كان وما يكون وما يكون وما سيكون. إيه؟ نعم، خلقت النفس البشرية في الأصل عالمة بما كان وما يكون وما سيكون، ثم حجبت عن معارفها بالخلقة الطينية. ومن هنا وجد إيه؟ ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها. كيف حجبت؟ لأن في الأصل قالوا في قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم شفتوني، أي تجلى عليكم وانت لسه في عالم الظهر، تجلى على صفحة العدم بأنوار ذاتي وصفاته، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال الإمام القسطلاني وأول من قال بلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أول من واجهته أنوار الحق جل وعلا فاستغرقته وفاضت منه إلى بقية الخلائق الأمثل فالأمثل. ما فيش حد مفهوش من نور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ليه الأنبياء من قبله إذا جاءكم رسول إيه لتؤمنن به ولتنصرنه وأنا كمان معكم من الشاهدين؟ طب هو كان لسه جاي سيدنا النبي؟ لأن في الحقيقة أنوارهم من أنواره في الأصل، عشان كده كنت نبيا وآدم منجدل في طينته، عشان كده أم بالأنبياء هو آخرهم خلقا وأولهم حقيقة. هذه السبب. ومنه إلى بقية الخلائق هذه الأنوار. يبقى وبعد كده جه حط شوية السر اللي انت شفت بيه وعرفت بيه، معلش بتكلم بلدي شوية يعني أو بدون لغة عربية فصحى، الذي رأيت به أو شهدت به، مش رأيت، فرق بين الرؤية والمشاهدة، الذي شهدت به والذي علمت به والذي أبصرت به والذي سمعت به والذي وجدت به والذي علمت به
والذي أبدعت به والذي هذا السر الذي به عرفته وضع في القالب الطين عندما جاء دورك في عالم الخلق. فقال لك هترجع تاني في كلامك أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. لا يا حبيب، أشهدك قبل أن استشهدك، أشهدك قبل أن استشهدك، أي أشهدك إياه في عالم الحقائق قبل أن يطلب منك أن تشهد إلا إياه في عالم الخلائق عندما جاء دورك في عالم الإيه؟ الخلائق. فشاهد ما شافش حاجة مش عندنا، مفيش حد ما شافش، ده أنت شفت وسمعت وأبصرت، أمال أنت سمعت بإيه؟ لو لم يكن هو السميع ما سمعت، لم يكن هو البصير ما أبصرت. عشان كده قال لك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لأنه مش كلمك قال لك ألست، يبقى لازم ينشق لك سمع، وبعدين انت عشان تقيم يبقى انت تسمع وتشوف، قالوا بلى شهدنا، يبقى شفت وتكلمت، لو لم يكن هو المتكلم ما قلت بلى، لو لم يكن هو الموجود على الحقيقة ما كان لك وجود، لو لم يكن هو العليم ما كان لك إبداع ولا كان هناك مبدعين، لو لم يكن هو العليم ما كان علم ولا علماء، لو لم يكن هو المبدع ما كان إبداع ولا مبدعين، لو لم يكن هو الحي ما كان أحياء ولا حياة، لو لم يكن كان شيخنا يقول أنت به فانتبه، أنت به فانتبه. طب تنكر حقيقتك؟ عشان كده أقول لك من عرف نفسه. عرفت بقى هو الإيمان بيعمل إيه، ودرجات الإيمان دي من مقام علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين، كم كان يقول الشيخ أدركت به علم يقيني وشهدت به عين يقيني وغدوت به حق يقيني فهو يقيني وهو يقيني الله فقل جل الله. أدركت به علم يقين، أدي علم اليقين، أدركت به علم يقيني وشهدت به عين يقيني وغدوت به حق يقيني فهو يقيني وهو يقيني الله فقل جل الله. علم اليقين أدي مقام الإسلام، عين اليقين مقام الإيمان، حق اليقين مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. يعني عبادتك ومعاملاتك وحركاتك وسكناتك ليست عن إيمان، عن يقين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، كل ده غيب، ليس هذا فقط بل كأنك تراه. انتوا عارفين الحديث أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله حارسا، وكأني أرى عرش ربي بارزا، وفين عرش ربنا؟ في بورسعيد ولا في اسكندرية ولا فين؟ ولا في سيوة ولا في سينا؟ يعني تجاوز بعلمه حدود المكان، وكأني أرى أهل الجنة تزورون فيها، وكأني أرى أهل النار وهم يصطرخون فيها. طب هي ليه ما قامت؟ يعني تجاوز بعلمه حدود الزمان. ايه ده؟ يعني ممكن علم تصل به إلى أن تتجاوز حدود الزمان والمكان؟ قال يا حارثة عرفت فالزم. أيوة فيه النبي أقر، هي دي ما إلزم بقى إيه مقتضيات هذا المقام من المعرفة. طب وده صح؟ إحنا بالنسبة لنا كمسلمين هقول لك ما الحديث الصحيح، حتى إذا إيه ده حديث قدس، حتى إذا إيه أحببته وكنت، وانتوا عارفين بتوفروا عليا كلام كتير، يبقى دي المعرفة الحقيقية. يبقى التربية دي ايه؟ ما هي دي مشكلة بقى اسمها اشكالية المعرفة. مشكلة المعرفة دي بتواجه البشرية منذ خلقتها حتى يومنا هذا. ايه اشكالية المعرفة؟ ان المعرفة اللي عليها دليل
ظنية، والمعرفة اليقينية ليس عليها دليل إلا عند صاحبها. ده معرفة ذاتية بتاعته هو، هو اللي اكتشف، هو اللي عرف، عرفت فالزم، هو اللي عرف، هو الذي وصل إلى هذه المعرفة. ده علم وراثة مش علم دراسة، علم وراثة مش علم دراسة. دليله أو إثباته وجوده ودليله عند صاحبه وأمارته حاله، حال صاحبه، محدش تاني، هو اللي شاف دي الحقيقة، هو اللي شافها، محدش تاني شافها. كأنك تراه. فخلت عمر بن الخطاب وقف على المنبر رضي الله عنه ويقول له يا حارسة على بعد 3000 ميل يا ساري الجبل. خلت أبو سيدنا أبو بكر يقول للسيدة عائشة يا ولما احتضرته الوفاة قال كنت قد وثقتك وثاقا، ساب لها شوية بلح تاكل فيه معيش. وبعدين جت حضرته الوفاة قال والآن هي لأخواك وأختاك شوية البلح اللي سابكم دي، فهي عارفة إن أصلا ما عندهاش غير أسماء بس كأختين أخين ماشي. فقالت إنما هي أسماء فقط يا أبتاه، قال في بطن أمك جارية. وطلعت مراته حامل وبعد كده ولدت، وجابت إيه؟ جابها منين؟ طبعا الأشياء دي كثيرة لكن مش مقصود أن أحكيها في ذاتها، يعني في علم آخر ممكن أن أصل إليه. هذا العلم إذن بيصبح الغيب بالنسبة له شهادة، وده ممكن نعم بالتربية. إشكالية المعرفة دي احتاروا، كان يمشوا مع الأسباب إلى أن يقفوا عند السبب الأخير أو السبب الفاعل أو السبب النهائي أو مسبب الأسباب، وجدوه غيب. نحل مشكلة الغيب دي إزاي؟ هي دي إشكالية المعرفة الحقيقية. ففضلوا يمشوا مع الأسباب لحد ما وصلوا للغيب، وقفوا عاجزين. هنا بقى إيه؟ أدي التربية الروحية وأدي الوحي. يجي الأديان تحل الإشكالية دي، ويجي الطريق إلى الله التربية الروحية تفتح آفاق المعرفة فيتحقق من غيب الغيب كأنك تراه. وهو ده هرم المعرفة، حديث الحديث المتفق عليه إسلام وإيمان وإحسان، عارفينه طبعا لما دخل سيدنا جبريل، ده هرم المعرفة. مقام الإسلام ده مقام الشهادة، مقام الإيمان اللي هو مقام الغيب، مقام الإحسان غيب الغيب. قال الإمام زبروك على مدار الإسلام تدور علوم الفقه وأصوله، اللي أنشأنا لها كلية الشريعة والقانون حديثا يعني، لكن موجودة في الأزهر قبل كده. وعلى مدار الإيمان تدور علوم أصول الدين، اللي أنشأنا لها كلية أصول الدين حديثا. وعلى مدار الإحسان تقوم علوم التصوف اللي احنا أهملناها وشوهناها وخلناها بقى الطبل وزمر ورأس وموارد وبقينا نتكسف منها. ليس التصوف رقص الراقصين ولا طبل وزمر وتصخاب وتهييج، ولا هو الذكر بالألفاظ ساذجة محرفات ولا سعق وتشنيج، ولا مواكب رايات ملونة فيها لما يغضب الديان ترويج، ولا هو العمة الكبرى ولا سبح حول الرقاب ولا جمع المفاليج، ولا مظاهر آثام الموالد أو تكاثر رجال خيرهم هوج، ولا التعطل أو دعوى الولاية أو صنع الخوارق أو كذب وتدبيج، ولا وشاح وعكاز ولا نسب إلى النبي من البهتان منسوج، وليس بالإجازات تشرى بالدراهم أو وظائف صرفها بالزيت ممزوج، وليس بالفلسفات الهوج ينقلها وحدة الوجود والكلام، وليس بالفلسفات الهوج ينقلها جهلا كالبغبغاوات قلة الهوج. أمال إيه؟ إن التصوف فقه الدين قاطبة، والفقه بالدين توثيق وتخريج، هو الكتاب وما جاء النبي به، وكل شيء سوى هذا فمحجوج. إن التصوف سر الله يمنحه من قد أحب، وحب الله تتويج، إنما الحب أخلاق ومعرفة
ذكر وفكر وترويق وتأريج، إن التصوف تحقيق الخلافة في أرض الإله وإلا فهو تهريج. إن التصوف تحقيق الخلافة في أرض الإله وإلا فهو تهريج. هل تتصور يا أخي إن خليفة الله في أرضي تكون هذه الشخوص التالفة التافهة التي تتباغض وتتضابر وتتحاسب وتتصاغر وتتصارع من أجل لا شيء؟ تنفع خليفة ربنا يبقى كده؟ ده اللي بيختار له حاجة من مناصب الدنيا حد يعني شغال ولا مساعد بيتفرز على الفراز، ينفع يبقى ده خليفة ربنا؟ هذا هو المنهج الرباني الموجود في الكتاب والسنة، والذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صنع هذه الأمة وصنع هذه الحضارة منذ اليوم الأول في تاريخ هذه الأمة. عندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم أو هاجر إلى المدينة، أقامت هذه الدولة كده فجأة، يؤاخذ المهاجرين والأنصار ويقرر وثقة المدينة في مرحلة مبكرة من تاريخ البشرية لم تكن تعرف معنى الدساتير، ويرسل الرسل إلى كسرى فارس وهرقل عظيم الروم. كده من فراغ قامت الدولة؟ لا والله، سبقها 13 سنة تصوف في مكة اللي احنا مش مدركين. 13 سنة تربية في مكة، كان يربي الصحابة على الإيمان، كان يربي الصحابة على اليقين، يربيهم على الصبر، على تحمل الأذى دون انتقام، على الحب، على السلام، على أن يكونوا أوثق بما عند الله في الغيب مما بين أيديهم في عالم الشهادة، على الرضا، على التوكل، على لما اكتمل البناء. فالهجرة إلى المدينة أصبحت هجرة إيمان لا هجرة أمن. قبل الهجرة إلى المدينة كانت الهجرة أمن، لأن لم يكن قد اكتمل البناء، فهو في حاجة إلى أن يحافظ على الإيمان بتاعه لكي يكتمل، وإلا سيتأثر. إذا ما اعتدي عليه سوف ينتقم، إذا ما كذا سوف. ليه؟ ما زال في النفس بقية. أما وقد اكتمل البناء الروحي يبقى في المدينة نروح نبني البناء الخارجي، هو ده كان الأساس في البناء. لذلك لم يؤذن لهم حتى بالدفاع عن أنفسهم قبل ذلك. أنتم علماء، متى نزلت قول الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا؟ متى نزلت؟ في المدينة، في بدر. كان سيدنا علي بيبارز كافرا حتى سقط تحت سيفه بعد عناء، فلما هم بقتله بصق في وجهه، فقام سيدنا علي على صدره، فسئل في ذلك قال كنت سأقتل لكي تكون كلمة الله العليا، أما وقد بصق في وجهي فخفت أن يكون قتلي له لحظ نفسي. ما ينفعش اكتمل البناء ما خيخاف بقى لحسن حظ النفس يدخل. قال رجل يا رسول الله أقاتل كافرا، صلى الله عليه وسلم، أقاتل كافرا حتى قطع يدي، ثم لاز بشجرة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أقتله؟ قال لا تقتله. قال قطع يدي ولاز بشجرة يا رسول الله؟ قال لا تقتله. قال قطع يدي ولاز بشجرة يا رسول الله؟ قال إن قتلته فأنت في منزلته قبل أن يقولها، وهو بمنزلتك بعد أن قالها. يبقى البناء اكتمل الروح الأول. يبقى البناء يعني الذي صنع هذه الأمة، الذي بنى، ما هو الهجرة مش بداية التاريخ الإسلامي، يعني بداية الحضارة الإسلامية، يعني بداية هذه الحضارة العظيمة كان بدايتها إيه؟ التصوف. لقد أصيبت الأمة في مقتل يوم أن غفلت عن التصوف في حياتها. يبقى ده مش هيبني واحد ويحميه من الإلحاد. للأسف كان الإلحاد في الماضي كان قاصر على أصحابه، على صاحبه فقط، لا يكاد يتعدى صاحبه، لكن طبعا أصبح الآن طيار فكري يستخدم الوسائل الحديثة،
ومناهج البحث العلمي الحديث والتكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي إلى تحقيق هذا الإلحاد ونشره في الدنيا. بقى يبشرون بالإلحاد بعد ما كان قاصد بقاله ميليشيا تدافع، مش تدافع عن وتقاتل من أجله. المثلية والكلام ده من آثار الإلحاد. احنا رايحين نعمل كاس العالم لازم الطيارات تبقى عليها العالم بتاع المثليين. احنا هنحتفل بكاس العالم في فرنسا نعمل، انتوا عارفين طبعا الكلام الفارغ اللي موجود. انت لا تستطيع ان تنكر ذلك هناك الا وقعت تحت طائلة القانون. ها؟ حاجة عادية. انا ببقى رايح حاجز في الفندق وادخل الاقي واحدة حلوة او كده، وبعدين اكلمها الاقي الراجل اللي بيكلمني ينهر اسمه من نايل بنيله. طبعا والله ما انا بات في الجلاب في الفندق ده بقى، والله الاوضه مش عجباني. طب تعال نجيب لك غيرها، والله لا مش نافعه برضه، معلش الغيري في حجز وهات لي فلوسي. ليه؟ شفت الى اي مدى؟ فبقى ميليشيات تدافع وتحارب من اجله. فالالحاد معنى انكار وجود الله تعالى امر حديث. لما كان عندنا في الإسلام ما كانش بينكر وجود الله، ده كان عبارة عن بالنسبة لهم إيه في الإسلام، كان الشرك تحت ذرائع مختلفة مع اعتراف المشركين بأن هناك إله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. فده ما كانش بينكر وجود الله. لكن هنا في العصر الحديث بقى الملحدون لهم ميليشيات ولهم مؤسسات، بل هو العالم كله. ودي بقت أدبيات الأمم المتحدة عشان نبقى عارفين احنا فين ونعمل ايه. أدبيات الأمم المتحدة لما يسب الأنبياء أو يمتهن الإيمان أو المقدسات، حرية التعبير، فنزع القداسة عن المقدسات وأعطى القداسة لنفسه. طبعا هم اللي بيكتبوا في الالحاد بيقول لك اول واحد كتب في الالحاد كان واحد اسمه دولباك الماني في كتاب له مش عارف اسمه، لك الحقيقه امتى بدا الالحاد او جذوره فين. انا معلش طولت شويه بس هكتمل بس الفكره دي وخلاص وهنتهي، يعني معلش بالكثير 5-7 دقائق بس، وانا ما بوفيش بكلمتي ابدا. معلش. الحضارة الغربية الحديثة بيلخصها فكر فيلسوف اسمه ديكارت، فلسفة العقلانية. ديكارت قال ايه؟ كل ما يمكن ادراكه بالعقل المجرد وبالحس بالتجربة والاختبار انه يدخل المعمل وجربه يبقى ده علم. ما يفوق ذلك هو حط في البداية عليه علامة استفهام، تحولت مع الزمن مع الفلاسفة اللي جم بعديه زي كانت وغيره وبرجسون وكل الفلاسفة دول إلى إنكار لكل ما هو غيب. فحكموا بجهلهم على علم الآخرين، يعني اختزل الوجود والعلم والحضارة إلى أطر حسية مادية محضة مدارها أو مناطها العقل المجرد. وكل ما هو فوق العقل المجرد والحس يبقى ده خرافة، أصبح خرافة. وبعد كده أدى ذلك إلى أن بقى العالم هو العالم المادي فقط، وأي شيء غير ذلك يبقى يساطير الأولين. طيب أنت ليه اختزلت الوجود إلى هذا؟ ما زي ما في عالم الشهادة في عالم الغيب وغيب الغيب كمان، وزي ما في التجربة الحسية المادية بتاعت اوجست كونت المنهج التجريبي واساتذتنا معلوم مناهج العلم ايه في المنهج الروحي، المنهج الايه التجربه الروحيه، ما هو الطريق ده تجربه روحيه. اللي هو بقى مشايخنا الامام الغزالي كتب المنقذ من الضلال، كان بيعالج فيه مشكله المعرفه، اشكاليه المعرفه. المنقذ من الضلال ايه؟ بدا الغزالي يناقش ايه؟ العلوم، العلم، المنهج التجريبي. قال لك التجربه، هو الغزالي بدا بسؤال، أريد يقينا لا يختل بحيث إذا قلب الرجل أمام العصا ثعبانا والتراب ذهبا لا يختل هذا اليقين، غاية ما هنالك أتعجب
كيف استطاع هذا الرجل أن يقلب العصا ثعبانا والتراب ذهبا، بس مش أكتر من كده. فبدأ بالتجربة، قال لك تفي بغرض صاحبها لكن لا بغرضه. ليه؟ قال لك لو قلت لي فلان انت شايفه، ما هو دي أدوات التجربة، العينين وبعدين امتدادها. قال لك لو كان بعيد جدا مش هتشوفه، ولو قريب قوي كده مش هتشوفه. يعني انت هتقطع يقينا بأن النجم ده موجود، الكواكب دي موجود، الكوكب ده موجود، تقطع يقينا بهذا، مش انت شايفه؟ طب ايه رأيك؟ ده انت بينك وبينه 100 مليون سنة بسرعة الضوء، سنة ضوئية. طب ده هو انقرض من 120 او من 50 مليون سنة، بس عبال ما وصلك الضوء بتاعه النهاردة يبقى هو مش موجود، وانت قطعت يقينا بانه موجود. والعكس، يولد نجم الان او كوكب لم يصلك الضوء بتاعه، هتقطع يقينا انه مش موجود، وهو موجود لكن ما عندكش الاثر بتاعه. فقال لك هيركن التجربة دي. بدأ بالعقل، العقل ظني، بدأ بالفلاسفة، بالفلسفات، كتب تهافت الفلاسفة. صحيح ابن رشد رد عليه تهافت التهافت، لكن فضل ماشي مع التجريب والعقل والفلسفة إلى انتهى إلى المذاهب الباطنية، وانتهى إلى أن ليس هناك سبيل إلى المعرفة الحقة إلا بالتصوف. ده التربية، خلي اليقين كأنك تراه، غيب الغيب كأنك تراه. من قبله ابن طفيل كتب حي ابن يقظان، ابن سينا حي ابن يقظان، السهروردي. الأئمة دول ناقشوا قضية إيه؟ إشكالية المعرفة. عشان كده كانت إيه؟ الأمة عارفة مناهج المعرفة ومناهج البحث، وعارفين إن هذا هو السبيل إلى المعرفة الحقة. الغزالي بيقول لك فرق بين تجيب قناة، تحفر قناة تجيب لك المية هنقطعها عليك، وبإنك تحفر بير جواك ما ينضبش أبدا ومحدش يتحكم فيك. أدي العلم والتربية الروحية وإلى ماذا تؤدي. هناك كلام كثير عن الإلحاد بعد الثورة الفرنسية، لأن دي اللي نظر فكر ديكارت والفلسفة، نظر للثورة الفرنسية، ودي كانت أول حاجة في الإلحاد اللي هي أزاحة الكنيسة وحل الإنسان محل الديان، حل المذهب الإنساني محل الحق سبحانه وتعالى، وحلت شرائع الإنسان محل شرائع الله، وحلت الفلسفة محل الدين إلى غير ذلك. وانتهى ذلك بتأسيس دولة، الدولة المدنية الحديثة اللي هي أساساً ضد الدين، الدولة المدنية الحديثة، وأدت إلى ظهور الحركات الفوضوية والحركات العدمية اللي هي نظرت للإلحاد. وبدأ الإلحاد مع فيلسوف اسمه نيتشه. الفيلسوف نيتشه، وفي كلام كتير في هذا نيتشه، إلى أن انتهت بالثورة البلشفية الروسية اللي كدولة تبنى الاتحاد السوفيتي، تبنى من أول لينين ثم جاء الاتحاد السوفيتي، تبنى الإلحاد كفكر وهكذا. وأصبح هذا الفكر الإلحادي هو أدبيات العالم النهاردة، وهو الذي يسيطر على العالم، هو الذي يحكم العالم. لذلك نحن نعيش في عالم فقد البوصلة، فقد الرؤية، عالم أعمى، أصبح عميان يقودون عميانا. العالم الحديث فعلا يعاني أزمة حقيقية. قال العلامة الفرنسي ريني جينو، الحضارة الغربية الحديثة تقود البشرية إلى كارثة محققة، وإذا كان هناك مجال لتفادي هذه الكارثة فلن يكون إلا من العودة إلى التراث، إلى التصوف. هو دي الحقيقة. وأستغفر الله من كل قول وعمل أردنا به وجه فخلقنا فيه ما ليس له. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أطلت عليكم، أنا أسف جدا. يعني مسك الختام مع سعادة وسماحة أستاذنا الدكتور محمد مهنة، الذي طوف بنا في إشكاليات المعرفة، وكيف أن العالم والأزهري والداعية وكذلك الواعظة لابد أن يكون مدركا للنص ومدركا للواقع ومدركا للغير ومدركا كذلك للنفس. والدعوة هي رسالة، وهذا هو التحدي الحقيقي. لا يجوز أن تكون الدعوة
وظيفة ولا مهنة، وإنما هي رسالة الأنبياء. وأحرى بنا أن نقوم بهذه الرسالة علما ثم عملا ثم إجادة ثم نشرا ودعوة، ولا ننكر ما هو موجود قبل أن نبحث وأن نقرأ وأن نطلع على أدلة الإلحاد، ثم بعد ذلك نستطيع أن نميز بين الإلحاد الحقيقي وبين غيره مما يتشابه معه وليس إلحادا حقيقيا، حتى ننجو بشبابنا ومجتمعنا إلى بر الأمان. يعني أتوجه بخالص الشكر لمن اختار هذا العنوان لهذا الصالون المبارك، دور التربية الروحية في مقاومة الإلحاد، عصر الرحمنة أنموذجا. أتوجه بالشكر للمنصة الكريمة. وقبل أن نختم يعني بعض المداخلات السريعة يعني بأساتذتنا، منها ما هو يعني إطراء ومدح يعني وهو في حق أساتذتنا قليل، ومنه ما هو بعض الأسئلة. يعني لو حد معاه أسئلة ممكن برضو يعني سريعا كده، يعني كلمة للمنصة الكريمة دكتور طريف جزاه الله خيرا، أخذ عقولنا وطار بها. وجاء الدكتور مهنا جزاه الله خيرا، أخذ قلوبنا وطار بها. ثم ثبتونا على المعرفة والحقيقة، فما أحوجنا لمثل هذه المحاضرات، وما أحوج شبابنا لمثل هذه اللقاءات. بارك بالله عليكم، نريد الاستمرار إن شاء الله. دكتور صبري مدير مكتب معالي الوزير بالمجلس الأعلى، نعدكم بذلك. وفي النهاية أيضا يعني نريد إسقاط موضوع المعرفة من أستاذ الدكتور طريف شوقي، ونختم به إسقاط المحور المعرفة على مشكلة الإلحاد بمثال من صور الإلحاد وحل من خلال المحور من محاور الإدارة الفعالة. كيف ندير موضوع الإلحاد يعني سريعا، لكن الموضوع يعني يحتاج إلى صالونات ولقاءات كثيرة وكثيرة. يعني استسمح أستاذنا في نصف دقيقة إذا تيسر، وأستاذنا قادر على ذلك. وقبل ذلك ممكن يعني ممكن 30 ثانية بدل. طب ماشي اتفضل. هقول لك مثل بسيط يا مولانا. افرض عندي شاب إلحاده أساسه إنه عنده مجموعة أفكار، فهنا ممكن الأفكار دي تبقى فيها صفصطة في عقله، فلو أنا نميت عنده الفكر الناقد هو هيبدأ يعيد النظر في الأفكار بتاعته. لكن واحد تاني الإلحاد عنده سببه إنه ساخط على إن ربنا ما وقفش معاه في أزمته، فابدأ أعلمه إزاي يحلل الموقف اللي حطه في المسألة دي، ويمكن يكتشف إن هو نفسه مهاراته محدودة وكان لازم يمشي في اتجاه يناسب قدراته، فمن هنا أحل مشكلته هنا أو 30 سنة كده. تمام، شكرا أستاذنا الدكتور. ويعني نتوجه بالشكر لحضراتكم سادة الحضور من الأئمة والواعظات الفضليات، شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.